المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في قرآنيات. كل ما أكلم حد إن القرآن ده هو مش من عند الله يقول لك لا من عند الله، إيه الدليل؟ يقول لك ما حدش يقدر يجيب بآية من مثله. أخي مالك، أهلا بك أخت فرحان. هل صعب فعلا الإتيان بآية من مثله؟ نعم، خلينا نكون منصفين. المسلمون يقولون بأن القرآن تحدى أن يأتي أحد بمثله. طبعا الآيات التحدي الموجودة أن يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن، وتحدى أن يأتوا بعشر سور مثله، لا بل بسورة مثله. أي شخص بيشتغل في مجال الأدب يعرف أنه لا يمكن لأي شخص أن يقلد الآخر. أي شخص لا يمكن أن يقلد شعر المتنبي، دائما يظهر له البصمة. أي كاتب، حتى ما عندما أحيانا الشخص العادي الغير يعني غير أديب، عندما يكتب نصا صغيرا، رسالة صغيرة، أنت تعرفين هذه الرسالة من فلان ولا يمكن أحد أن يقلده. في دائما الإنسان عنده طابع خاص، لغة خاصة فيه، حركات خاصة فيه. فعندما قال محمد لقريش بين قوسين إن صح هذا الكلام، طبعا أن تحدى أن يأتي بمثلي، من الطبيعي لأحد لا يمكن أن يأتي بمثلي. تخيلي شخص وثني لا يؤمن بالله بمفهوم محمد، طبعا هم يؤمنون بالله ولكن لا يؤمن بمفهوم محمد ولا يؤمن بدين محمد، يريد أن يأتي بمثل القرآن، أمر مستحيل طبعا. مستحيل. تخيلي أن يجي شخص يؤمن بالبوذية ويطلب منك أن تحاكي أفكار البوذية، مستحيل. مستحيل. بص يا أخي، فرح يضحك عليك مجرد. أنا لو قلت يعني أنت لو كتبت سطرين وأنا لوحدي سطرين في موضوع مثلا عن الشمس، نعم. أنت كتبت السطرين، مش ممكن السطرين بتوعك هيبقوا زي السطرين بتوعك، مستحيل. نعم، حتى الرصافي يعلق على هذا الموضوع، يقول بعد ما اتطرق لهذا الموضوع أقول ولم يبلغنا أن أحدا منه قصد معارضة القرآن. لماذا لم يبلغنا؟ في سبب منطقي. ليس أن القرآن عصي، ولكن لو أن أحد قصد ذلك لما كان إلا مغلوبا. أي شخص رح يحاول رح يفشل. لماذا؟ لأن الذي يعارض القرآن يجب قبل كل شيء أن يكون ذا روحانية كروحانية محمد. الشخص لازم يكون عنده نفس شخصية محمد، وذا ذكاء كذكاء وخيال كخياله، فلا يستطيع أن يعارض القرآن ويأتي بمثله إلا محمد نفسه. يعني الكاتب هو الوحيد بيحسن يعارض حاله بحاله. أي واحد كاتب، نعم. هو اللي هي لازم مش معقول، نعم. أنا بقول لك لو جملتين اتنين أنا وإنت هنختلف فيهم. صحيح، لها السبب. طيب. القرآن يعني أخت فرحة بيقول عنه حتى الرصافي في مكان آخر أن القرآن له امتياز جماليته فقط بالتكرار، بكرر الموضوع، يقول بالحرف الواحد. هو ومن العجيب ده امتياز يا أخي مالك. هو يقول ومن العجيب الذي فوقه عجيب. الرصافي في كتابه للشخصية المحمدية صفحة 554 يقول ومن العجيب الذي فوقه عجيب أن القرآن بتأثير على نفوس قارئيه وسامعيه مدين لهذا التكرار. فليس من السهل ولا من المتعارف عند أولي البيان أن يكرر كتاب هذا التكرار فيخرج سليما غير معيب إلا في القرآن. فبالنظر لهذا يجوز أن نسمي القرآن كتاب التأثير بالتكرار. بالزن فقط، كتاب التأثير بالزن. يعني أديب كبير كالرصافي يقول أن هذا الكتاب تأثير فقط بالتكرار. وهذا الأديب يقول لا يمكن أن يعارض القرآن إلا كاتب مثل القرآن هو محمد. إذن بالنسبة ما يعتبرش نص رفيع بأنه في بيان، هو بالتكرار بس. صحيح. يعني اسمه بالزن عندنا في مصر، الزنان ياخد الحاجة بتاعته. زن يا بت، يعني لما بزن على ماما على طول باخد الحاجة اللي أنا عايزها. عشان كده أقنع شوية مسلمين كتير بإيه؟ بكتر الزن. ما بيقول لك كتر الزن إيه؟ أكبر من السحر أو أقوى من السحر. إذن أعزائي المشاهدين، مسألة أنه يتحدى أي حد أن يقول اعمل آية زيها، طبيعي ما فيش حد هيعرف يعمل حتى جملة مفيدة زي التاني. فهذا التحدي أنا عن نفسي بعتبره تحدي خاطئ ملهوش لازمة. التكرار اللي قال عنه الرصافي ده مش إعجاز، ده اسمه زن. شكرا جزيلا، نشوفكم في الحلقة القادمة بدون زن.